دور واضح جدا من وزير الشباب والرياضه في لقضيه الدوري المصري. كان في زياره من حضرتك لكابتن محمود الخطيب، تفاصيل هذه الزياره يا فندم. لا هو يعني انت عارف احنا اشتركنا كده تطوير المنظومه الكوره، والاتحاد الدولي في الحقيقه يعني ساعد وعين نورماليزيشن كوميتي اللي هي لجنه تسيير الاعمال، هي بتتابع ليها اعمال منوطه. لكن لما حصلت يعني الدور شغال، احنا كوزاره يعني تدخلنا خلاص، كل الاتحاد بيشتغل الشغل بتاعه. لكن لما حصلت يعني ايا كان سببها ايه، بقت ازمه خدت رد فعل يعني عالي شويه. انت عارف حضرتك احنا كلنا بنحب الكوره جدا، يعني هي عنوان كبير للرياضه المصريه، فحصل تاثير يعني الجماهير، كل نادي بقى ليه الجماهير بتاعته. انتقل من داخل الملعب لخارج الملعب بهذا الدوري، انتقل من خارج الملعب الى الموبايل، فبقى كله شغال. فبقت هنا بيكون يعني تكوين معالم الازمه. اكيد كان لازم نتدخل باي شكل من الاشكال كدور الحكومي، كل الانديه سواسيه، الدوري المحلي احنا عايزينه يبقى احسن دوري في الدنيا. التدخل يعني تم الاتفاق كلنا لصالح الوطن. انا بكرر بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم جدا على التفاهم، اللي هي المعادله بتساوي في الاخر وطن. المستشار مرتضى منصور والمجلس ادارته، التفاهم والمعادله بتساوي وطن. دور الاستاذ عمرو الجناني والتفاهم ايضا، كلنا اتفقنا، لان كمان احنا عندنا الاعداد للمنتخب الاولمبي، البطوله خلاص المفروض اللجنه المنظمه بتشتغل شغلها. فدي كلها معايير ان هي دايما الاعمال في اي اداره او اي عمل تتوقع دايما يحصل ازمه، بس قدرتك اذا ما كانش في توقع ان هي تحصل ازمه وتكون مرتب لها وحصلت، ازاي تدخل وتدير الازمه دي، ليها تكنيك يعني يعني في الاداره وفي العمل وفي الشغل، يعني الشركات او الادارات لازم تحللها كلها وتشوف المواطن الخروج منها ازاي وتكمل الشغل ازاي. فالحمد لله كان في توفيق من ربنا.